أقيم في قصر ثقافة السينما عرض لفيلم كونكور 5 للمخرج حلمي عبد المجيد الذي يسرد أحداث ثورة 25 يناير من خلال معاناة أسرة بسيطة. الفيلم بتدور أحداثه من يوم 24 يناير لغاية يوم موقعة الجمل. بنشوف عيلة مصرية يعني الثورة دي بالنسبة لهم يعني كان شكلها إيه؟ عيلة أسرة مصرية عادية دخلنا لحياة هذه الأسرة في خلال هذه الفترة من 24 يناير إلى يوم موقعة الجامعة. أعتقد أن ما فيش حد وقف يوم في الميدان ما شغلوش أن ده إن يعني الحالة اللي موجودة دي ومصر اللي لأول مرة يعني عندك إحساس حقيقي جدا أن في حالة تغيير حقيقي، في حالة التحام بين ناس ما يعرفوش بعض، موحدهم هدف واحد. ده شيء يعني اعتقد انه من حظ اي حد نزل الى هذا الميدان في خلال هذه الفتره انه عاش مجموعه من الاحاسيس اعتقد انها لا يمكن يعني يمكن تتكرر. كويس انك ما نزلتش، الدنيا مقلوبه تحت، ناس كتيره قوي اول ما طلعت على اول الشارع عمالين يهتفوا. ايه ده، مظاهرات ولا ايه؟ خير ان شاء الله. كونكور 5 ده اسم العلاج بتاع الضغط. الفيلم بيحكي عن أسرة مصرية فقيرة عادية جدا زي أي أسرة. الأسرة دي بتعاني ماديا، الولد مش عارف يتجوز بقاله 5 سنين، الأم بتتعب مش بيعرفوا يودوه للدكتور، يعني ما عندهمش الإمكانية ان هم يصرفوا دواء الضغط، مش عارفين يجيبوه. أخوه الكبير حد متجوز ومطلق ونص مرتبه أو بل 3/4 مرتبه بيروح على نفقة لمراته والابنه. يسري عكاشة اللي هو المنتج الفني رشحني، عرفني بأستاذ حلمي، رحت قابلته، اداني الورق قريته، الدور حلو جدا عجبني، فقلت له خلاص انا هشتغل هلعب الشخصيه دي. القصه دي كتبتها في عالم بعد تقريبا شهر، يعني في شهر 2، يعني في اخر شهر 2، وكان اسمها كونكور 5. والقصه دي انا كنت بتكلم، انت عارف حاجه كونكور 5 ده اصلا هو ده الضغط. فالفكره انا كنت حاسس ان ده رمز للضغط اللي كان موجود عند الشعب المصري كله، وهي اسره مصريه بسيطه من الطبقه المتوسطه الدنيا، مش من الطبقه المتوسطه العليا اللي هي اغلبيه الشعب المصري منها يعني، ومش اسره ثوريه، بس هم مع الوقت يا رغم الزيف بتاع الميديا ورغم كل الاحداث اللي هم كانت يعني مخليهم يفكروا في اتجاهات مختلفه عن الاتجاه الثوري، ان هم ما كانواش يعرفوا الاسباب الحقيقيه للفقر والهموم اللي هم فيها. هم كانوا بيرجعوا لظروف شخصيه او ظروف قدريه، مش لظروف ان هي ممكن تتغير بتغيير ثوري. فالقصه بتعبر عن الناس من النوع ده، مش عن الناس الثوريين، عن الناس البسيطه اللي تورطت او مش يعني مشاعرها تحركت مع الثوره. ستظل احداث ثوره 25 يناير في ذاكره كل المصريين، وسوف نرى كل يوم فيلم جديد او مسرحيه جديده تؤرخ هذه الثوره العظيمه التي قام بها الشعب المصري. انجي خالد لنهارك سعيد.